من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجل الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا Salam alaikum Azul, bonjour. Merveilleux, éblouissant, incroyable. Jamais espéré voir de notre vivant de telles scènes. عمرنا ما كنا نتصوروا يجي نهار ونشوفوا واش رانا نشوفوا اليوم في الجزائر الحبيبة. يعني واحد تصور سي ريالمون كما قال اخويا سعد بوعقبة ريفوليسيون ترانكيل، ثورة هادئة. ثورة مبتسمة. الملايين ملايين حقيقة، ما على بالناش قداه، 6 10 15 ملايين تاع الجزائريين اللي يخرجوا بدون أحزاب، بدون واحد ما نكادرهم، ما كانش وراهم لا سي كيما قال هذاك الجورنال اللي قريب للدي ار اس تاع ريفليكسيون، ما كانش كيما قالت الأخرى كيف يسميوها نعيمة صالحية يد خافية هي اللي قاعدة تنظم فيها. الجزائريين اللي على خرجوا كل مع بعضهم، خاطرك شي روح واحده تجمعهم. وخاوه خاوه خاوه خاوه، ما كانش اللي نجم يفرقهم من ورايح، لا تجي تقول تلعب له على الاوتار هذا شاوي هذا قبيلي هذا عربي هذا مزابي هذا ترقي، لا تجيبها له من الاوتار الايديولوجيه هذا اسلاميس هذا لايك، لا ما بقاش سي تيرميني. شعب واحد عرف قوته باللي اليوم في الوحده نتاعو. اما الناس اللي يبعثوهم هما البلطجيه نتاعهم، وهذه استعرف بها المينيستر دانتيريور. مينيستر دانتيريور بدوي قال باللي الناس اللي حكموهم دخلوهم الحبس ما مش تاع لي مانيفيستاسيون باسيفيك. هو اعترف باللي جاوا من جهه بعثتهم،
وعندنا دي بروف باللي هذه الجهه قاعده تحط في الحجر في وسط المدينه، هذه الجهه تدي للجروب تاع البلطجيه كذا وتعيط للتلفزيون تاعهم باش يفيلميو، وكاين دي بروف رانا نجمعوا فيهم. ولكن احنا هذا الناس هذا اذا صح يثبت باللي كانوا يكسروا ويحرقوا مش تاعنا، هذا نتاعكم، احكموهم مع نتاعكم، مع نتاعكم اللي راهم مالفين يكسروا في الشعب ويخدعوا في الشعب وينهبوا في الشعب، هذا ما مش تاعنا احنا، احنا نتاعنا احنا يمشيوا جنب لجنب كتف للكتف بالورد، وحتى للدرجه وين حتى الشرطه نتاعنا التحقت بنا. دوك نوريكم بعض الصور تاع الشرطه اللي التحقت بنا البارح في الليل وراو قديش هذا الشعب متحد، يعني ما كانش دوك اللي يقدر. وشوفوا هذه الصور تاع الشرطه. وهذه مش انسيديسيون كما يقولوا، هذه خوتنا وولادنا التحقوا بالشعب نتاعهم، ونحذروا المديريه نتاعهم، يعني اذا كشما يديروا لهم ولا كشما رانا معاهم، والشعب كامل معاهم، وخوتهم اللي راهم في الشرطه راهم معاهم، ومازال يلتحقوا الناس تاع الجيش وتاع الدرك بخوتهم تاع الشعب، سوري سرتا ما فيها حتى شك، باش يعني القياده نتاعهم تعرف، حتى القياده نتاعهم اذا تحب تلتحق بالشعب مرحبا بها. لا نبداو في ستاندار، ثم قبل ما نشوفوا ستاندار نوريو لكم واحد الصوره، واحد المقطع، مقطع تاع امبياس تياترا اللي انا تعجبني بزاف، باش تشوفوا الزعيم كيفاه كانوا هاد الناس الزعماء، كيفاه كانوا كي الزيت فوق الماء، كيفاه كانوا يعفسونا وكيفاه كانوا يحسبونا، باش نضحكوا ثاني شويه عليهم. شوف غلطه غلطه، مش هذه المقطع اللي حبيت نفوته لكم، ان شاء الله يلقاوها، مش هذه المقطع. نبداو بالاتصالات ثم نشوفوا كيف نديروا. معنا شكون؟ احمد من امريكا، مرحبا بك خويا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي احمد. هو حبينا نقولوا باللي هذوما بزاف عليهم، عندنا عندهم حل واحد، الحل هو بسيط جدا، يديروا حكومه انتقاليه، يلغوا الرئاسات، ومن بعد هذيك بالعقل الشعبي يتهدد. ومن بعد كل واحد يروح في طريقه، ونديروا ان شاء الله دوله ديمقراطيه بالقوانين وكلش. النقطه الثانيه اللي عندي هما ضالين يقولوا باللي كاين ايات خارجيه، وهذه الايات الخارجيه اللي تهضروا عليها حنايا لي زالجيريان، اللي همشتونا اللي رميتونا في ما شفناش والدينا ماتوا، ما شفناش خالتنا ماتوا، وانتم تحلوا فمكم لتماك وتقولوا باللي ايادي خارجيه. ايه هي ايادي خارجيه ديز الجيريا، انتم اللي همشتونا، وان شاء الله للداخل يرجعونا. هذا ماك. وبارك الله فيك. نذكر باللي طاهر حجار المينيستر وزير المينيستر دو لونسينيومون سوبيريور التعليم العالي، واش يدير يعني باش شغل زعما باش يقطع اولاد الشعب من بعضهم، النخبه تاع الجزائر هذه ليزيتيديون تاعها، باش ما يخلي هذا الكومونيكي قدامكم، باش ما يخليش اولاد الشعب لي زيتيديون النخبات تاعهم يبقاو معنا، عطاهم لي فاكونس، هما لي فاكونس كانوا بريفي 21 مارس، هو عطاهم من درك حتى 4 افريل، يعني باش يبعثهم لديارهم يشتتهم ما يبقاوش مجمولين. هذه من جهه، من جهه واحده اخرى كاين 1000 قاضي، خاطر شوف القضاة الثاني، ولو يعني الرشوه عايمه على هذا الميدان هذا والقطاع هذا. كاينين قضاة نزهة في
في هذا ال... وهذ القضاة هذم تقريبا 1000 واش داروا؟ اتصلوا بالنظام قالوا له احنا ما نغطيوش الانتخابات في الظروف كيما هذه، انتخابات اللي مزوره الافونس احنا ما نغطيوهاش، من المحال. هدوهم هدوهم بالفصل، هدوهم لي زوميناسي دي ليموجي، ودرك كي شافوهم بدات الصفوف تاعهم تكبر هم ولاو شويه داروا مارش اريير. معنا شكون؟ عمر من الجزائر، مرحبا بك سي عمر. السلام عليكم اخي جمال. وعليكم السلام، مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي جمال. اهلا بك. والله اخي جمال عندي نداء، عندي نداء للاخوه في الخارج. ما دام غدوه كاينه مسيره هناك في فرنسا، على الاخوه المهاجرين، خاوتنا المهاجرين في فرنسا، ان يرفعوا رايات لا للتدخل الفرنسي، لا للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخليه للجزائر. والمصيبه الكبرى اخي جمال راه تجينا من النظام الفرنسي. هذا النظام الفرنسي راه هو اللي راه حاكم زمام الامور في الداخل. وكذلك الاخوه اخي جمال في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه، على الاخوه في واشنطن ونيويورك ان يجمعوا شملهم في 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 في, في الولايات المتحده، وان يذهبوا الى البيت الابيض ويندددوا بالدخول بالتصرف الامريكي والتدخل في الشان الداخلي المحلي للجزائر، كما هم ما حبوش ترامب باش ما تتدخلش روسيا في الانتخابات تاع ترامب، وراهم حاكمين وراهم رفعوا قضيه. يعني سامحني سي عمر، وين شفت باللي الامريكان دخلت في شؤوننا؟ مانيش نشوف فيها انا هذه. شوف اخي جمال، هذه اعمال مخابراتيه. انا ما نقولكش اني في المخابرات والله، بصح المواطن الجزائري وعندنا خبره اخي جمال، انا والله عندي خبره سياسيه تفوق ال 35 سنه، يعني راني سياسي محنك، وكي نتكلم من الواقع ومن الصدق. يعني احنا رانا اخي جمال ماناش اغبياء باش نقولوا الولايات المتحده. شوف الولايات المتحده حيثما وجد البترول يستعمرون تلك البلده. ونقول اخي جمال للاخوه المتقاعدين في الشرطه، في الدرك، في الجيش، عليهم ان يتصلوا وان تكون لهم مسيرات وسط ابنائهم. شكرا داخل شكرا المسيرات. شكرا. معنا سنوسي من تلمسان. سنوسي سنوسي من تلمسان، تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. اخي حبيت نقول لكم باللي المنبر نتاعكم هو المنبر نتاعكم هو اللي راهم يلتجحوا له الجزائريين باش يبينوا الكلمه نتاعهم. اسمعني. ما فهمتكش مليح. المنبر المغاربيه راهم يلتجحوا له الجزائريين باش يمدوا نقطه النظر نتاعهم. نعم. مما يعني هذه المسيرات اللي راها كيما هكا جيسكا كون لازم جماعة ولا لازم بعض رجال من احزاب من الاحزاب يقودوا هذه المسيره افون كساسوا تروطوار افون كو الانتخابات هذه تخلط علينا وتنزار. فهمني اخي. نعم. الفو تقوم جماعه وتسير تتامن هذه المسيرات الشعبيه المذهله باش يوقفوا هذه الانتخابات. وناس يهضروا يقول لك كاين ايادي اجنبيه او الامريكان وفرنسا والمغاربه خواتنا، ما كان حتى تدخل اجنبي. هذه راها بيناتنا اخي العزيز. لكن نزيد ناكد، لكن لو كان ما يكونوش هناك جماعه من الجزائريين والا حزب ولا بعض الاحزاب الاحرار اللي يقودوا هذه الحراك، كل شيء غادي يمشي هباء منثورا. نطلب منكم انتم تعرفوا خير مني انا، تتصلوا ببعض الشخصيات الجزائريه باش يقودوا هذا الحراك، واحنا نديروا فيكم الامان. شكرا. هذه الشخصيات اللي تختاروها. شكرا، بارك الله فيك. معنا شريف من جزائر العاصمه. شريف. الو. اهلا بك سي شريف. اهلا بكم. بك. المغاربيه. لاباس خويا، عايشك يبارك فيك. اهلا بقناة هيثم سعودي صوت الشعب. نعم. انا بغيت نقدم قصيدة تاع المرحوم بن باديس ولكن في 2019.
تكلم تكلم يا سي، واصل واصل. واصل. شعب الجزائر واعي والى الحضاره ينتمي، من قال استسلم عن امره او قال يائس فقد كذب. يا نشأ انت املنا وبك التغيير قد اقترب، خذ للمسيره سلميتها واثبت بالاستمرار ولا تعب. اذا الشعب يوما اراد الحريه فلا بد للنظام ان ينجلي، ولا بد للفساد ان يندثر. اعطي درسا للعالم باسره بانك من اصول محمد تنحدر. لا ترضى بالظلم ولا تميشي، ولا تنسى بان وطنك هو الجزائر. دافع عن الجزائر وهيبتها، هيبه بن هيدي وعبد القادر. الاسلام ديننا والجزائر وطننا، والتغيير مطلوبنا والنظام ينكسر. الجيش حمايتنا والشرطة أمننا، لأنهم إخوتنا كلهم أولاد الجزائر. يا فرنسا تكفلي بالبدلاء الصفراء، فعلمنا أبيض ناصع وأخضر ربيع. بارك الله فيك، شكرا. خوا خوا بقاو دائما خوا مع بعضنا البعض. ومعنا هشام من عنابة. أهلا بك هشام. ألو. أهلا بك هشام، مرحبا. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام خويا هشام، مرحبا بك يا خويا. الله يسلمك أخويا. بور كومونسي جو ريمارشي المغاربية أومون نون بيرسونيل أو نون دو تو لي ألجيريان ألجيريان كي سون سورتي إيير كونتر لو سانكيام موندا إي لوليغارشي كي إيت أونتران دو نو غوفيرني. هذا بور كومونسي. وثانيا لا جورني ديير ريسترا غرافي دون توت لي ميموار، سي اون ليسون دو باتريوتيزم كاروسي لو غوفيرنمون دو اويحيا اي دو سيت مافيا كي ايت اونتران دو نو غوفيرني دوبوي 20 ans. سيرت ما نكتبوش على بعضنا، لو شومان اي بلان دومبوش، مازلنا نزيدو نمشيو باش نجمو نحيهم من طريق الناس هادم. انو فو بوكو دو كوراج، il faut qu'il y ait des gens يعني تري بوليتيزي اللي باش هما يوجهوا هذا الحراك هذا فير لا بون فوا. il faut que tout le monde s'associe y compris votre chaîne parce que votre chaîne c'est telle que maintenant qui est la source de toutes les lumières qui vont éclairer ce beau pays. يعني كما قال الاخر اونتري دون تو دي ديتاي، حنا ماذا بينا دوك البلاد ان شاء الله تبقى ديما مزدهره وديما ان شاء الله للقدام. و وي فو كو نوتر الجيري بروندرا كما قال الاخر سون ديستان افيك سي جون لا. و سي تو سكو جافي ادي باسكو لا جورني ديال الا ايتي يعني فريمون مانيفيك، سيتي اون ليسا تو الموند كون ا دوني. وكما كان يقول سي زروال ربي يذكره بالخير، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. بارك الله فيك خويا هشام، يعيشك يبارك فيك. محمد من تيبازا. وي محمد من تيبازا. وي السلام عليكم اخ. وعليكم السلام، مرحبا. الحمد لله. الاخ شنوف، انا حبيت نفهم حاجه برك. اولا هل دينا الاستقلال ولا ما ديناش؟ لا 92. ايه خاص استقلال، صح استقلال الارض هذا وباين. صار كلش كاين تبعيه فرنسيه، سواء تبعيه سياسيه ولا تبعيه اقتصاديه، كلش تبعيه سياسيه فرنسيه. ما من اداره فرنسيه، هذه حاجه. وثانيا مع الحراك الشعبي هذا لازم يكون تاثير للحراك الشعبي باش نقدروا نتحكموا، ما يقدروش يدخلوا ايادي سوى الايادي الطامعه الداخليه او خارجيه. خاطر الا ما كانش هناك تاثير ما نقدروش نتحكموا، يقدروا يصرا كيما تونس جابوا لهم واحد في عمره 80 سنه ولا في كيما ليبيا ولا كيما مصر. تسمع فيا؟ نسمعوا فيك.
وهذه يا حوش حبيت نفهم انا دوكا خاطش على الحراك الشعبي هذا يقدروا يستغلوها ايادي سواء داخليه ولا ديجا دوكا حبوا يدخلوا مثل كيما راه هذا الجنرال هذا كيسموه الجنرال علي الغبيري. ايه حنايا كيفاش انت يا واحد كان في الدياراش دياراش انا بالنسبه لي اكثر من الدياراش ثم بعد الصباح راح يترشح وحب هذا تسمى هذا باين بلي تاع الطوبة هذه اللي راهي تحب تسيطر على انا ما فهمتش دياراش سبل دياراش دياراش في ديريكسيون دي ريسورس هومان تلقاها في سونا تراك تلقاها في سونا كوم تلقاها في لا بصح واش ما فهمتنيش بصح هو عنده كاع لي سي في كاع تاعهم عنده لي فورماسيون تاعهم كاع عنده كل حاجه تجوز عليه. داكور بارك الله فيك سيدي. معنا عبد العزيز من بروكسل باغ سكايب. تفضل سي عبد العزيز. سي جمال اهلا بك. سي جمال صباح الخير. صباح النور. لاباس اخويا؟ لاباس عليك. ميرسي بوغ لا كونتريبيسيون سورتو لا La professionnalisation de votre travail, c'est magnifique. Merci. Je suis déjà intervenu, c'est juste pour suggérer une chose. Oui. Ce peuple a besoin d'un interlocuteur. Oui. Allô? Allô? Il faut un interlocuteur, ça veut dire qu'il faut un gouvernement provisoire qui puisse se développer sur le plan international pour qu'il soit reconnu. Et en même temps, prendre attache avec les ambassades étrangères à Alger. Oui. Laisse-moi vous dire, ya khi. Femme, c'est Jamal. Anam. Faut-il qu'il faut, ce peuple a besoin d'un interlocuteur, c'est-à-dire un exécutif provisoire ou un gouvernement provisoire transitoire, pour développer sa publicité sur le plan diplomatique international et être reconnu. Parce que les gens ont besoin d'un interlocuteur. Et en même temps, prendre attache avec les ambassades étrangères à Alger, et, ça ne peut pas rester comme ça un flot humain. Il faut qu'il y ait un interlocuteur pour ces gens-là. Très bien, merci. Merci, le fikra a wasslat. Fahima, من تيزي وزو. Fahima. Fahima. أهلا بك فهيمة. حبيت نقول تحية الشعب الجزائري على هذه المظاهرات السلمية اللي بهولنا صورة الجزائر قدام العالم، وإن شاء الله نوصلوا لمبتغياتنا ويسقط النظام إن شاء الله وتتقدم الجزائر ونشوفوا الفرحة بادية على وجوه كاع الجزائريين، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كما فرحنا في 62 ونفرحوا هذه الخطرة إن شاء الله. تحية الشعب الجزائري، وإن شاء الله هذه المظاهرات تبقى سلمية ونبقى نموذج وان تو ثري فالاجيري وكاع الجزائريين خاوة خاوة. ميرسي خويا. ميرسي فهيمة بارك الله فيك. معنا الجموعي من أم البواغي. الجموعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا الجموعي. السلام الخير في لكم. مس الخير خويا، مس الخير في لك. سامير سام قرنط. أهلا بك خويا، مرحبا بك. مبروك على قناة المغاربية العرس العظيم. الله مبروك على الشعب الجزائري الذي احتضنته هذه القناة لفرسانها. أنا بارك الله فيك. أما العروسة فكانت النساء الجزائريات. أي نعم. الذين خرجنا إلى هذا الحراك الشعبي بالحي كل ملاية والجبة القبائلية. نعم. خرجوا بكل الصفات. بالجبة بالحايك بالملاية بالحجاب بالسيفيليزي كما نقولوا احنا خرجوا انسى خواتاتنا خرجوا بكل الصفات تاعهم بكل حريه كل وحده كما تحب تلبس تلبس. واقول لهؤلاء الذين ترشحوا في الانتخابات انا انتم تعلمون. واصل يا اخويا الجمعي واصل. انتم تعلمون أنكم خاسرون، فلماذا ترشحتم؟ فلماذا ترشحتم؟ شكرا خويا الجموعي بارك الله نعم. فيك. ومعنا جمال من وهران. جمال ماذا بين الناس اللي يدخلوا ما يقطعوش الكلام خاطر يبقى البلان كيما هكا إذا والله يقولوا بقى على خير باش نعقبوا لي من بعدهم. معنا جمال من وهران. جمال
اهلا بك خويا، مرحبا بك. يا حبيبي غايا خويا، وانتم كي راكم؟ راكم فورم اليوم، راكم فورم يا خويا، راكم فورم. ربي يعيشك خويا، سي نورمال نكونوا اون فورم، وكلهم فورم وفرحانين ان شاء الله. بكري كانوا يقولوا لنا يا بي واحد القصه يقولها علي بابا الي 40 فولير. وي. دروك راه عندنا علي حداد الي 182 فولير. كون غير جاو 182 برك، سون دي ميليي. لا 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 زعما تاع الاف سي يو. تاع الاف سي يو. نعم. ايه معليش. يا اخي الجزائر، الجزائر راهي كبيرة. نعم. راهي من تندوف إلى العنابة، ومن إليزي إلى مغنية، ومن العاصمة إلى طمراست، ومن بشار إلى ورقلة. لازم لنا رئيس الصغير، لو بلو جون بريزيدون دالجيري بور جيري. ساسرا إن شاء الله كريم طابو. حنا رانا كاع من وهران باغيين طابو. لازم طابو يحضر روحه، راه عندك نص تاع الجزائر كاع معاك. وعاهدنا باللي اللي فوق 60 عام ما يزيدش يقعد في الحكم، خاطر لاجيري بلان دو جونيس وراهم قاعدين مساكن على الحيطان. دي دكتور دي انجينيير كلشي مساكن ولا قاعدين حالين فهمهم، وتبقى من الجهه الاخرى 60 طون اون جورني تربح، ما بقى ما بقات لك حتى خدمه في الجزائر. روح روح اختم روحك، اقدم على روحك والله يسهل عليك يا كريم طابو. نوض نص على الجزائر راهي عليتك، لواس كيما داير راه تاعك. بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك. محمد منه سيدي عياد، مرحبا بك محمد. جمال اهلا بك خويا، مرحبا. شحال نسمع زمير غدا غرا ربينا، هو غدا غرا هذ السنين ماشي الاستاذ نيسا وقراتي لي لا ليبرتي كلا الجيريا تهلاك يوساد دون 1962 الور نو فايز دو دوار ان 2019 دوين ستورا غيثنيت كوماسيا اتجيبوه اتربح اتستنفع مولانا الجزائر نهليش وني مالاد ري مالاد دي سيستيم اللي غير حكمان كلها نطمع قربي بيرسيون ديفرون اتكمل توجور باسيفيك اتدو ابريد ابريد فبريد الحق اتداوي العلاش يقلان دو 1962 أتي دويس عن 2019. السلام عليكم يا جمال. وعليكم السلام خويا، ربي يعيشك. وإفكتيف ما لازم تكمل هكا بهذه السلمية بلا بوتي بل سانس بوليتيك حتى إن شاء الله تفرج علينا وما لازمش تفلت من يدينا. معنا أشكون معنا؟ لاميا من الجزائر، أهلا بك أختي لاميا، مرحبا. لاميا لاميا ماذا بك تبعدي من التلفزيون باش تنجمي تسمعينا ونسمعوك. لاميا حسن من قال ما نذكر خاوتنا اللي عيطونا باللي كي يقعدوا قدام التلفزيون يا دي بروبليم دونك يفو ميو يبعدوا شويه. حسن من قال ما، مرحبا بك سي حسن. السلام عليكم خويا جمال، واش راك؟ وعليكم السلام، لاباس خويا وانتم؟ الحمد لله يعيشك. خطره حكيتي على سعد بوعقبه قلتي قال لا ريفوليسيون ترونكيل، انا عيطت الاخت سميه وقلت لها باللي انا كتبت واحد وقريتها لها تقدر تروح للارشيف، كتبت لها لاغاش ترونكيل. نعم باسكو فوالا عندي كيلكو بوان. بون نشكر الجزائريين على لي مانيفيستاسيون تاع البارح، سورتو الحراير تاعنا باسكو سيتي لي بلو بو تابلو جامي رياليزي دوبوي لانديبوندونس، سيتي لا سوريس سور لو غاتو. هذه الأولى. deuxièmement il faut pas comment dire il faut pas avorter cette révolte populaire. ça fait 50 ans que l'attend déjà. il faut la laisser mûrir et grandir au sein de notre pays. pour l'instant le seul candidat fiable et crédible à mon avis c'est le peuple algérien parce que c'est lui seul qui est en train de faire face au régime.
ها بيان سور كونت لو ريجيم وقتها نقدروا باغ اكزومبل بريتوندر بريزونتي ان كانديدا كونت المراديه اور سوري انفستي باغ لو بوبل الجزائري اي بي جوست بور دير دركا كل يوم كنت وليد نوض هكا الصباح جي امبرسيون كيليا ان فون دو ليبرتي كي سوفل سور الجزائري غورجي ديسبوار اي سورتو دو دينيتي فوالا خويا جمال بارك الله فيك تعاليا بالسيف لحكمتك هاي عندك سؤال باسكو باتني شاويه ثم راك مسبنا بقى على خير قال خير خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه بارك الله فيكم كامل كما راكم والله العظيم كي نسمعوكم على بالك صح خاوه خاوه صح خاوه خاوه فهيمه من جزائر العاصمه الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك فهيمه صحيت خويا جمال صحيتكم لاباس لاباس اختي عيشك وانت لاباس الحمد لله الحمد لله شوف خويا هذا النظام هو نظام يهودي وخبيث على يديه ورجليه ما يكذبش عليك اليوم مداوقه في الجامعه انه باش يحبين يكفوا المظاهرات في الجامعه كل الجامعات الوطن عطاوهم عطله من 10 غدوه 10 في الشهر يعني هم حابين يكسروا المظاهرات تاع الطلبه وعلى بالهم باللي الوعي تاع الشباب تاعنا في الجامعات هو واعي جدا بالعهده الخامسه هذه اللي تدي الجزائر كارثه عظمى. الله اعلم اختي فهيمه هذه تاع السانكيام موندا صاي احنا نطلبوا اكثر من السانكيام موندا تاع السانكيام موندا هما بعدهم قاعدين يتناقشوا انام احنا ماذا بينا يتغير النظام من جذوره. فوالا هذه هي بالذات. لانه جدودنا اللي يحاربوا على البلاد هذه حابين ولادها يعودوا تعود واخده كي واخده سي جمال. راهم حابينها تعود احسن بلاد في العالم وعندنا امكانيات وقادرين نوصلوا لهذا الشيء. بوعي الشعب الجزائري وبثقافته وبتحضره وبسلميته ونشكر جميع الشعب الجزائري اللي خرج. بارك الله فيهم. نعم. شكرا جزيلا نعم شكرا هاي بارك الله فيك اختي يعطيك الصحه حقيقه حضره كبيره يعني في الحق انا شوف في عمري 67 سنه وشفت ثورات شفت لي مانيفيستاسيون شفت كذا والله العظيم عمري ما شفت دي مانيفيستاسيون تاع لي مليون كيما هكا اللي ما يتكسر فيها والو ما كان فيها كلام زايد ما كان فيها عنف وذاك النظام وذاك البسمه وذاك الضحكه وذاك الزو لا كيما قال لي دوك ناصر في لوريات قال لي بركه ما ضرب فينا بالعين لا يعني حقيقه والله العظيم غير شيء يفرح وشي ماذا بينا احنا مادام انا في هذا ليلان هذا نكملوا هيا نتويو الطرق تاعنا هيا نبقاو نوليو طيبين مع بعضنا البعض هيا نقدروا بعضنا البعض هيا نديروا لي شان كيما يلزم هيا في السوقان نسوقوا كود دلاروت واحد ما يظلم واحد واحد ما يتعدى على القانون هيا نوريو لهم الحضاره تاع الشعب هذا اللي مش كانت غايبه كانت مدفونه ولكن درك خرجت رجعت لنا حضارتنا الحقيقيه كما كنا نوليو معنا نشوفوا الساعه بعض الصور اليوم صباح في بجايه سيكتور قطاع الصحه شوفوا شتو كيفاه يمشيو بليكاري هكا باش ما يخليو حتى بلطجي يدخل في وسطهم في الزد وهما هذم الناس تاع الصحه خاوتنا تاع بجايه وراو لنا باللي طلعوا للجبهه تاع التحسن تاع المستشفيات تاعنا مهما كانوا الوسائل لو مانك دو مويان مي فون فيغ لامبوسيبل بور كو لي الجيريان كي سو سواني دون لوغ زوبيتو اي ان مينيموم دو ريسبي او موان
معنا عز الدين من باتنا، مرحبا بك خويا عز الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. ريميرسيمون فيليسيتاسيون. ميرسي بوكو. اليوم هذا سي جمال دونك لازم من اليوم نروح اون باس ا دوتر سلوغان. بوتفليقه والسعيد وما بقاش، ما بقى لا سانكيام موند لا والو. حنا اليوم هذا لازم نبدلوا لي سلوغان، نطلبوا واش رانا باغيين. لازم الشبيبه الكل يسجلوا رواحهم، ندير هذا لابال هذا الشبيبه هذا ويجبدوا دوتر سلوغان، لي سلوغان تاع المستقبل. المسلوغان اللي راح يسري لنا اون الجيري ليبري انديبوندونت. بون واش ندير؟ جاي ان ابيل افير اوزوفيسيي دو لارمي، من اسبيران حتى الكابيتان، ولي زوفيسيي سوبيريور دو لارمي، من كوموندو حتى الجينيرال، الاحرار المخلصين الناسيوناليست اللي يحبوا هالبلاد هذا، باش يقشعوا علينا لو فيس مينيستر دو لا ديفونس كي الله كي او سيرفيس كي هو سيرفيس تاع اون فامي وعصابه، وي اون في بارتي دو العصابه. ما بقاش، هز باجاجك هز باجاجك هز باجاجك، احسب على روحك، روح معاهم ليزيميرات، روح تعس عليهم في ليزيميرات. حنا راهو عامين ولا ثلاثه اربعه، نخليوك تجي تشوف الجزائر، تجي تشوف الجزائر الحره المستقله، الحره المستقله. انتوما راكم ما خليتوناش نستقلوا، لزرك راكم تخدموا لفرنسا باش تخليكم تسيروا هالبلاد هذي. روح علينا انت مع العصابه ومع ثمينة بوتفليقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام خويا عز الدين، بارك الله فيك. ومعنا شكون؟ الحاج من الجزائر، مرحبا بك سي الحاج. صباح الخير سي جمال. صباح الخير خويا، مرحبا. واش راكم لاباس؟ والله نحمد ربي، ربي يدوم الساعه ان شاء الله ويحسنها. كل شيء بالبركه علينا وعليكم. امين رب العالمين. سي جمال. نعم. نقول لك واحد الكلمه. ايه؟ الشعب دار رفض الرئيس تاع بوتفليقه. الشعب راه يقول ما نسحقوش، الله يسهل عليه. عرفت معايا سي جمال؟ انا معاك نسمع فيك. معليش هما تعرف هذو لو سيستيم هذايا بلا بوتفليقه ما يقدروش يعيشوا، كاين مريض بالسيروم. الو؟ نسمعوا فيك يا الحاج. يا سي جمال يا خويا، يدوه او عندهم مقر تاع لفلان ولا تاع لرندي ولا تاع عمر بن يونس ويديروا تما يعبدوا فيه. يخلوا الشعب ترونكيل، ديجا هما يقولوا الرئيس هذا تاعنا، ما كي تاع الشعب. تاع لفلان تاع عمر بن يونس تاع ويحيى. يا خويا عندهم المقرات يدوه الله يسمح، يدوه ويحطوه وكصبح يروحوا يعبدوه، باسكو ما عندوش ذنوب تاعهم، باسكو بلا فيه ما يقدروش يعيشوا مساكن. كاين مرض بالسيروم، وما السيروم تاعهم بوتفليقه. يموت بوتفليقه يموتوا كاع. يدوه المقر تاع لفلان ولا تاع لرندي ويحطوه تما ويعبدوا فيه، كصبح يروحوا يعبدوا فيه، باش يكونوا ترونكيل ويخلوا الشعب ترونكيل، حنا الله يسمح يدوه. بلا ما نعيطوا معاه، بلا ما يحتموه، يسحقوا يدوه، ما يحتموش لينا. وصحة سي جمال وبارك الله. بارك الله فيك الحاج. معنا نورا من قسنطينة، مرحبا بك نورا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك. والله أنا حبيت نعطيكم أني راه واش شفنا هاد الأيامات، وأنا البارح خرجت مع كل النساء الجزائريات. نتمنى لهم يعني عيد إن شاء الله، ويكون هذا العيد ماشي غير تاع يوم المرأة، مي عيد تاع كل الجزائريين. الشيء اللي شفناه يا خويا راهو شيء لا يعجز اللسان عن التعبير. دونك شفنا دي جون دي فام دي في دي جون في كامل خاوة يمشيو من أجل مطلب واحد. كان غشي كبير في قسنطينة، مشاو الناس بزاف. شوف قسنطينة كانت حاجة تلعبت، إيزون أورغانيزي أن ماتش إمبوغتون لو جور ميم إي أ 5 أور. Oui. Hello, les portes à stade à 10 heures, les portes étaient ouvertes. Oui. Donc, pour dévier un peu avec la marche et le Khazmoha, il y a un match. Quand les supporters qui sont avec nous, qui sont l'heure de le match, les 5 ans, ils ont l'air de nous dire bye bye. Des jeunes supporters, des drapeaux, les emblèmes de la CSC, qui est un match important à la Coupe d'Afrique, organisé le même jour et à 5 heures. Alors, vous imaginez. Pour démobiliser la rue. Exactement, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Le chap, mais j'ai dit que les pièges ridicules, les pièges pour. Jamais, nous avons la génération 60 juste après l'indépendance. Madame. Nous avons le système de Chine, donc
ما كانش هاد لي ريزو دانفورماسيون، يافي ريان، يافي تعرف كيفاش كانت الجزائر. مشينا الحمد لله قرينا تفتحنا اي توسا، مليون ولادنا هما اللي حابين يحروا هاد البلاد من شي اللي ما كناش نستناوه خلاص. وبارك الله فيك. ابانا واجدادنا من الاستعمار هما راحين يحلوا يحروها من المفسدين. بارك الله فيك نورا. معنا بوزيان من بشار. بوزيان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك سي بوزيان، مرحبا. هيا لاباس. لاباس خويا، عايش كيبارك فيك. عندي ملاحظه. ديروا لنا الاذان سيدي، ديروا لنا الاذان. تفضل انا نسمعوا فيك. تفضل تفضل. بغينا الاذان في المغاربيه، بغينا الاذان في المغاربيه. ايه راك معايا؟ نسمع فيك. نعم. وبغينا ديروا لنا الاذان، الاذان خلوا الاذان يفوت ومن بعد ديروا واش بغيتوا. والله يفتح عليك. وانا ملاحظ، انا ماني معاكم وماني معاه يا خويا. تسمع فيك، تسمع فيك المديريه على كل حال. تاكد اقترحت حاجه المديريه تسمع. احنا راي مع الحق. انا من 87 نظام، ما كان نظام، ما كان حاله، ما كان حاله، ما كان حاله. الله يدير الخير. ايه حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسترك، الله يسترك، الله يسترك. ربي يعيشك خويا ابو زيان. معنا ابو سعد من الجزائر. اهلا سي جمال. اهلا بك سي ابو سعد. Je ne vais pas tarder, comme tout le monde y raconte de n'importe quoi. Et je vous dirai tout simplement, le Jul Jura, l'heure de honte d'avoir enfanté trois traites, qui sont Ouihia, Ben Younes, Sidoum Saïd. Alors que le Jul Jura a enfanté des lions qui sont reconnus par la France et l'OTAN. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Demandez de ne pas prendre de temps. Wa alaikum salam. Je veux vous contacter. اوكي عندي لاباج فيسبوك، تقدر تتصل بيا في لاباج فيسبوك. لا انا ما عنديش فيسبوك. ما شوف مع حسين درك يعطيك لي كوردوني، او معك حسين في التليفون. هاي صاحب. واه صح اخويا. شكون معنا؟ باسم. شكون؟ انعم. شكون معنا؟ احمد من البويره. اهلا بك سي احمد. احمد من البويره. رابح من سطيف. رابح من سطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك خويا جمال؟ لاباس خويا، وانتوما واش راكم لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. الحمد لله. تفضل سي رابح. لا نفرح كي نشوفك فرحان. ربي يعيشك خويا، ربي ربي يفرحك ان شاء الله. الله يسلمك خويا العزيز، ربي يهنيك. عايزك. شوف خويا جمال. نعم. والله عندي نداء واحد، وان شاء الله يا ربي انتوما تزيدوا تعاونوني باش تبلغوه. هم يسمعوا فيك الملايين، الملايين هم يسمعوا فيك. ان شاء الله انتم تعاونوني، باسكو كاين الناس يقدروا ما يسمعوش دركا. نعم تفضل. شوف انا نتمنى نوجه نداء للناس اللي عيطوا لهم باش يروحوا يخدموا في الفوت. ما يروحوش. وي. ان شاء الله يعطيوا له مليار، ما يبيعش الكرامه تاعو وما يخليش الشعب هذا اللي خرج اكل يبكيه. نعم. باسكو هذا هو، هذا هو الصح. إذا كان الناس مالغري هذو اللي ترشحوا، ومن أنا ما نهدرش عليهم كاع، اللي حب يجبد روحه ويوري ينعت روحه باللي راهو في حل، أو يجبد روحه. اللي ما حبش يجبد روحه، النهار الانتخابات على الصح ما يخدم لهم حتى واحد. يروحوا يحضروا مع الحيوط. الشعب الجزائري قال كلمته، هنا تحبس. بوا بار. وربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك خويا. السلام ورحمة الله. وياك وياك. عمر من الجلفة، مرحبا بك سي عمر. بك خويا جمال. بك خويا. لاباس خويا عمر، يبارك فيك. جمال خويا، شوف الأحزاب السياسية هذون وتاع الأفلان هم يقولوا باللي احنا العهدة سي بون، الشعب راهو يطالب باللي لا عهدة خميسة. ودوكا هما راهم يقولوا باللي الاحزاب السياسيه خلاص دوكا قلنا باللي عهده الشعب، لبينا الطلب تاع الشعب.
بصح ما نش نحوسوا لا مرحلة انتقالية لا والو لا هذا العباد لا لا أحمد يحيى لا حتى واحد. نعم فهمتني خويا جمال؟ نعم نعم وكثر خير الشعب الجزائري وتحية الجزائر وفيفا لالجيري يعطيكم الصحة وكثر خير. بارك الله فيك خويا. معنا حبيبنا اللي مالف ساعة ساعة نعرضوه ويجينا ويفيدنا بزاف بالمعلومات نتاعو بالتحليلات نتاعو القيمة. برهان مسير مرحبا بك سي برهان. وي بونجور مسيو بن شنو بونجور سي تو بور ما سي سي ريان دو تو دو سلا ريان دو تو انتر نو ماشي كوتي مسيو بن شنو انا سي تو ان بليزير ان تو لي كاد دابلي لا شين المغاربيه سي بارتيسيبي او ليميسيون دو تو توب 3. Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de présenter mes félicitations à la chaîne Maralibia pour avoir non seulement fait exploser l'audimat, mais également parce qu'elle a su vraiment accompagner la population, le peuple algérien dans ses aspirations, dans ses revendications les plus légitimes. Maintenant, par rapport à ces marches, par rapport à cette, comme vous le dites si bien, la révolution tranquille, comme l'a dit M. Saad Bouakba, que dire, vraiment, c'est, vous avez beau chercher les qualificatifs, inimaginable, ça peut être inimaginable, extraordinaire, phénoménal, mais vous ne trouverez jamais le bon qualificatif qui puisse plus ou moins qualifier ces manifestations. Tout d'abord, c'est des manifestations, d'ailleurs le côté organisationnel, le côté bon enfant, le côté convivial de ces manifestations ne concordait pas avec l'appel qui a été lancé sur Facebook. Parce que à partir d'un appel sur Facebook, vous avez autant de mobilisation dans un cadre très organisé, dans un cadre convivial. Vraiment, ce sont des données, ce sont c'est une situation qui est à étudier dans les grandes écoles de Sciences Po et dans les grands instituts également de sociologie. Maintenant, pour aller vers la deuxième étape, parce que là, ce qui a été réalisé est extraordinaire et ça a été vraiment quelque chose qui a bien résonné au plus haut sommet de l'État. Maintenant, il faut passer à une deuxième étape. La deuxième étape, parce qu'actuellement, ce qui se trame au très haut niveau, au sommet de l'État, c'est qu'il y a une idée qui a été lancée, il y a un point, une option qui est en train d'être travaillée, qui est l'option du report des élections présidentielles avec l'instauration d'une période transitoire. Là, c'est-à-dire, à partir de cette option-là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, avec le report de ces élections et l'instauration de cette période transitoire, est-ce que le président en exercice continuera ses fonctions et assumera ses fonctions jusqu'à la fin de cette période transitoire ? La deuxième question, entre autres, qui est assez importante, est-ce que le peuple sera associé à cette période de transition, à ce qui va être décidé durant cette période de transition. Donc d'un côté, le mur du silence a été brisé, il y a eu des manifestations, il y a eu des revendications qui ont été portées très haut, et maintenant, en deuxième partie, comment faire pour valoriser ces aspirations et ces revendications légitimes. Voilà. Barakallahu fik, Sy Burhan. Merci infiniment. جو رابيل نذكر باللي لازمنا نكونوا خاوه ونكونوا متحدين ونكونوا ما نبثوش يعني خطاب تاع حقد. نو ندوفون با ديفوزي دي ديسكور دو هان باسكو سو كي ديفوز لي ديسكور دو هان دو ستيغماتيزاسيون ديكسكلوزيون دو لوتر سون توجور اون بوزيسيون دو فيبلس. فو نو تروفري جامي quelqu'un qui soit en position de vraie force et en position de vrai équilibre, qui puisse diffuser de la haine. Ceux qui diffusent de la haine sont des gens qui s'accrochent à des planches et qui sont en train de couler. Nous ne nous envoyons pas ce système qui est en train de nous faire. Nous le laissons. Il y a l'adala, il y a l'essentiel. Nous lui demandons de dégager, de nous restituer ce qu'il nous a volé, notre souveraineté, notre dignité. بس عمان ما نعطيوش قيمة أكثر من اللي عنده ونحبوا بعضنا ونمشيوا مع بعضنا ونشوفوا اتجاه واحدنا. البارح كان واحد إنسان إسلامي قالوا داخل كلمة يعني قيمة جدا جدا، قال أنا نقول لإخواني اللائكيين وإخواني العلمانيين والله العظيم نحبكم سي لو سومم دو لا سيفيليزاسيون اي دو de la correction et de la compassion et de la solidarité et de la nation. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Yani l'antipode politique تاعك تروح تقول نحبك. C'est ça qu'il nous faut faire maintenant et c'est vers ça que nous devons aller et c'est vers le recouvrement de notre civisme, de notre façon de vivre ensemble. C'est tellement agréable qui fut avant que nous soyons dévastés de l'intérieur.
C'est ça que nous devrons recouvrer pleinement. نشوفوا ساعة بعد صور جاتنا درك من ألمانيا تخاوتنا في ألمانيا راهم يجندوا شوفوهم. بارتو في العالم كامل الجزائريين حتى في البلايص اللي راهم اقليه. البارح شفت واحد الصوره تاع واحد اخونا في الماريكان طبيب الله اعلم ولا في الميدان الطبي يبكي بالدموع وقال يشكر في الشعب الجزائري قال له عمرك ما طلعت لي راسي كيما هكا عدت فخور باللي راني جزائري. يعني سي 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 ايموفون سي سي فرانشمون سي مانيفيك سي ميرسي ميرسي او بون ديو دو نوز افوار بيرمي دو فيفر jusqu'à maintenant pour avoir vécu ce que nous sommes en train de vivre. شكون معنا؟ يزيد من دبي مرحبا بك خويا يزيد. الو الو اهلا بك سي يزيد مرحبا. صافا حبيت نقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك سبيسيالمون نتايا نتا سبيسيالمون باسكو انا صافي 10 ans je regarde aucune chaîne algérienne except المغاربيه. دونك كيما فيها انا مبارك الله فيك نشكرك خويا العزيز صح بارك الله فيك باسكو انت تالمو تحب الجزائر دي فول بزاف تاعك يقيس لا كاميرا يعطيكم الصحه مغاربيه افيك بو دو مويا الله يعيشك. حبيت نقول حاجه برك لي مانيفيستاسيون يفو اونيفي لي دوموند ولازم شاك فوندريدي يفو اوغمونتي لي دوموند لازم يزيدوا باسكو هكا كيربحوا فيها هما فهمتني. انا وحبيت نقول حاجه برك على لا كابيلي انا تربيت في الجي سونتر. نعم تربيت مع لي كابيل كبرنا احنا في لي ميم بروبليم سوسيو جامي كان عندنا ان بروبليم تاع ريجوناليزم ولا تاع راسيز ما تحشوها الناس صح 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 وفار اساسا وان شاء الله فيكتوريا قريبه ويعطيكم الصحه مغاربيه. ربي يعيشك خويا ونشكرك على الشيء اللي قلته سنوتوش نو سوم توشي وعندك الحق. احنا الناس اللي تاع عمري اللي كانوا عايشين بكري عمرنا ما كنا نسمعوا هذا قبيلي وهذا شاوي وهذا عربي وهذا مزابي جامي 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 كنا عايشين خاوه خاوه في بعضنا والله ما نعرفوا هذا من واش من جهه وهذا واش من جهه سيتي لو ديرني دو نو سوسي. شكون معنا؟ فاروق من لغوات مرحبا بك. فاروق فاروق من لغوات كل الجزائريين الى اي كل الجزائريين اينما كانوا ماناش سمعوا فيك مليح سي فاروق. تحيه الى كل الجزائريين اهلا بك تحت اي تحيه الى كل الجزائريين مرحبا انا فوق اي ارض كانوا وتحت اي سماء كانوا. تحيه الى الابطال تحيه الى من تذكرونا عميروشا وللنسومر نحن اخوه في كل مكان من الصحراء إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق من سوق أهراس إلى مغنية ومن أدرار البرتمانج مختار إلى سيدي فرج العاصمة. ألو فيك نسمع فيك نسمع فيك تحية إلى الإخوة في المغاربية اللي هم فقط لن رفعوا رؤوسنا. تحية إلى شباب الشرق والغرب إلى شباب الجنوب إلى شباب الشمال نرجو أن تخرج القيادة المنبثقة الجديدة من الشعب ومن الشباب من الشباب المتحمس بوعي كبير وفكر منير. نرجو أن يقود هذا الشباب الحراك بل أقول الثورة ثورة الانقلاب وتذهب وتسقط العهدة الخامسة والسلطة وليس العهدة الخامسة فقط. نرجو من الشباب أن لا يلتف حوله المتفون وأن لا ينتهز المنتهزون هذه الثورة ثورة الأبطال ثورة الشهداء. نحن أوفياء نحن أوفياء لديدوش مراد نحن أوفياء لكل الزعماء الجزائر قديما وحديثا. نحن على الخط سائرون ولن نتراجع خطوة أبدا أبدا إلى الأمام. أيها الشباب استخرج القيادة من بينكم استخرجوا من الغرب والشرق. شكرا شكرا شكرا
حبيت نقول حاجة، ماذا بنا نتشبعوا بالفكرة باللي العهدة الخمسة صاي ما نزلوش نهضروا عليها خلاص، ما كانش عهدة خمسة، من المحال حتى كون نقول لهم ديروها ما ينجموش، صاي خلاص. الدركة لازم نتكلموا على واش لازم نديروا الدرك، باللي هذا النظام كامل كما راهو لازم يرحل كامل. إذا لازم مرحلة انتقالية معليش، بصح ما يدخلوش يخرجوا من الباب ويدخلوا من الطاقة، هذه الأولى. الثانية هي أن لازم نتحدوا ونبقوا خاوة خاوة باش ما نجموش يسرقونا هذا الثورة هذه ويعاودوا كيما هما فين يديروا يعرفوا كيما داروا في 88 زعما 89 فتحوا لنا الجرايد وفتحوا لنا لي بارتي وكذا، بصح في الحقيقة لعبوها لنا استعملوا هكما ما كان لا ندخلوا في التفاصيل. هذه هي احنا نبقوا سودي متلاحمين مع بعضنا البعض ونطلبوا رحيل النظام ككل ونطلبوا فترة يعني انتقالية اللي تكون مدروسة ونطلبوا الناس اللي يقودوا هذه الفترة الانتقالية الشعب اللي يديرهم، واحد ما يفرضهم علينا، الشعب اللي يديرهم ويخرجوا من الشعب. ومعنا عزيز من جيجل، مرحبا بك خويا عزيز. أهلا مرحبا بك النور. أهلا بك خويا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. امين. وانتم ثاني والله حبيت نبعث ميساج pour le peuple français. وي pour qui l'appuie qui pression sur le gouvernement de lever la main mise sur l'Algérie sur notre Algérie parce que c'est pas normal qu'ils prennent le gaz algérien gratuit et nous on le paye deux fois. نعم. الو انا اسمعوا فيك. والله يا اخي ما مجاليه ديالنا يدرسوا على فرنسا ما يكهز ليها عيني دام من 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 الجزائر، حنا اللي نخيروا الحكام ديالنا. نعم. وكذلك ندعم واش كان يقول لك بلي لانه لازم الشباب يكون واعي ويخرج نخبه منه تقود هذا الحراك، وحنا الكبار في السن رانا معاهم الى اخر رمق. بارك الله فيكم وتحيا الجزائر. بارك الله فيك وتحيا الجزائر. بارك الله فيك. خوا خوا معنا عمر من بليده. عمر الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي عمر مرحبا بك. عمار من بليدة. عمار من بليدة مرحبا بك سي عمار. عمار من بليدة. نعم. انا بغيت برك يعني نظر على لا فلان جبهة التحرير الوطني. ايه. لا فلان كسيمبول كحزب وطني لدافع في وقت فرنسا من بعد الاستقلال كاين الناس جاو قتلوا كاع الناس اللي شاركوا في الجهاد ماهوش. سامحني يا خويا عمر ما نسمع فيك مليح. حاكم من تولوز مرحبا بك. حاتم من تولوز مرحبا بك. مرحبا بك خويا السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. الله يسلمك خويا نشكركم على هذه التغطية المتميزة. يسلمك. في عجلة صغيرة عندي زوج ملاحظات. أولا نبدأ بالحل بالنسبة لهذه المرحلة. بالنسبة لي أنا كمواطن بسيط، الحل بالنسبة لي هو الاستمرار في المظاهرات السلمية والمطالبة بإسقاط النظام كما من الأول كانت إسقاط النظام عهد الخامسة. هذا شغل كيف نقولوا زوبعة كيف نقولوا حاجة بالنسبة لنا ما تكزيستيش كاع، يعني عهدها سي نورمال ما كاش عهدها سي نورمال. دونك بالنسبة لي يجب بروز نخبة تمثل الشعب اللي تشرف على فترة انتقالية وتنظم انتخابات نزيهة يشارك كل الأطراف في الداخل وفي الخارج اللي عنده مستوى فضل. عندي حاجة ثانية كاين ظاهرة بما يسمى رشيد نكاز. دوكا حنا اون طونك ديجا نستقصيو على الأمر ونبحثوا شكون هذا السيد، علاش راهو مترشح، واش يمثل. احنا انا شفت باللي عنده جده مات في 1956 وكان حركي. انا بكم لا 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 ماذا بنا شوف لا 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 خلينا من الهضره هذه. انا ما درك تهضر لي على رشيد شكاش تجبد لي على جده وكان حركي، خليونا من الهضره هذه. هضر لي عليه هو
واش دار واش واش ما دار، خليونا من القصايصه. ايش باللي ما يترشح؟ يترشح بصح التقصير هذا انسان في مثل الجزائر يمثلش اي حاجه في 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 هذا باش حابين نقول. لا لا ماذا بنا احنا ما نديروش الهضره على الناس، ودابور شكون قال لك باللي صح وشكون قال لك باللي لا، ماذا بنا الهضره هذه ننساوها، هذه نتكلموا على الانسان واش فعله هو واش دار هو، ولا اما جده ما وجده هذه حاجه واحده اخرى. معنا شكون؟ شكون معنا؟ شكون؟ مناد من تيزي وزو، مرحبا بك سي مناد. كيفاكم لاباس؟ وانتم معكم طافا؟ لاباس خويا يبارك فيك. توفيكم ان شاء الله. يسلمك خويا، مرحبا. سي جمال طافا؟ والله لاباس، نحمد ربي الحمد لله. الحمد لله. خاصنا غير تحويسه في البلاد، انا قريب نجيو ان شاء الله. نضربوا بها واحد التحويسه واش نقول لك؟ كي نشوفوا سي جمال نفوحوا انا. ربي يعيشك خويا بارك فيك. ان شاء الله حبيت ندخل باك نعطي لكم واحد قصه صغيره باك. تفضل. نسمعوا فيك مناد. ودرناه مناد سي دوماج. احمد من كندا، مرحبا بك خويا احمد. السلام عليكم دادا جمال. وعليكم السلام، اهلا بك خويا احمد. او دراجي مولا الدراج، واش راك شويه؟ الله الله عليك يا خويا الدراجي، مرحبا. واش راك؟ والله يا دادا جمال غير نفرح كي نشوفك. ربي يعيشك ويفرحنا كامل ويفرحك انت ثاني. حبيت نسمعك واحد، شوف يا دادا جمال، حبيت نسمعك واحد البوام. إيه؟ تعطيني وقت برك، الله يرضى عليك. لا نعطيك الوقت اللي كاين في الساعة، ما نجمش نعطيك أكثر. اسمع يا اسمع. روح تفضل. يعني القانون اللي كان يتمشى في القصبة، تشاوروا ولاد فرنسا بدلوه والشعب بدلوه. المخاف هجروها والشباب في البحر قتلوه. يعني الحرمة اللي كانت تحراوها تحرات. بدات نورية بالبسمله وزاد منعت في المدرسه والصلاه. يعني وكل ولادهم احسن الفاكيه والشعب شمخوا له الفتات. وش من سكنات الفلات وحطات والزوالي في الكربون اللي بات. يعني معيشته غلات ولقمه ولاده التزامات وبالات. يعني القادر اليوم يهضر مع شعبه بالبريه. يحكي عن الانجازات يشر على الخمسه والاستمراريه. الامن والامان وينسى باللي تكون شعبي بوليس يضرب. يعني الدين سيسوى ايمان سيسي في على العودة وطاعة الحاكم فينا يخطب. يعني الجبهة مراهيش تعجب، يعني الجبهة مراهيش لاباس. يعني باعوها لولاد الحرقة مكاشر واحد من دوك الناس. ريحوا الهيبة والقدر واللي ناضح عند الجناس. يعني صبر العرمي عميروش ديدوش والسيح والمرض. يعني اليوم نبعث لهم ميساج يوم امار باكاس ديكاس. حينا منكم بركات مانيش خايف ملاقاز والبارونداز. يعني الفاضي الكاس والفاس الحق بالراس شطوا بحلقتكم هنا في خلاص. بارك الله فيك. شكرا. شكون معنا؟ سفيان من براغ، اهلا بك سفيان، مرحبا بك. اهلا. عايش من سمعك. مرحبا. الله ينورك، ربي يحفظك. ربي يعيشك خويا. وش راكم؟ والله نحمد ربي. امين امين. يا خويا جو بو ريميرسي بور سكو فو فيت، واش راكم دايرين؟ ميرسي افو. سورتو بور الجيري، ربي يحفظكم، الله يعطيكم ما تمناو. اي حنا بون ايساي دو de se mobiliser au maximum. Malheureusement, c'est difficile parce que la communauté m'a caché bzaf. Et voilà. Oui. Oui. Donc, comment vous avez ressenti ces événements, ces magnifiques, merveilleux, éblouissants événements qui ont eu lieu en Algérie? Ce que je peux dire, ça fait 10 jours en Intibah. Comme on peut avec Internet, Facebook, Messenger, Aktaraf, les amis, les copains. J'ai des palpitations. Je me couche à 3h, 4h du matin. Le peuple Adai nous a surpris. Ça a été
جي با دمو ما عنديش الكلام تال مون راني جو سوي كونتون اون اي اوسي رانا نتسناو لا سويت اون سي با سكي فا سباسي نورمالمون ان شاء الله يا ربي ولا ربي كتب لوغ جور سون كونتي ما بقالهمش وي ما بقالهمش حنا نطلبوا حاجه للشعب هذا برك نكملوا في السلميه يفو با كي ديغا يفو با كي كاش باسكو سا فرا لو جو دو سو بوفوار بوري et pourri et serraquin c'est des voleurs voilà je pense que les mots ont été déjà dit là notre but c'est vraiment de redonner à l'Algérie toute sa place dans le monde parce que elle le mérite amplement des gens sont morts des femmes sont mortes pour l'Algérie et Kaina Hadja Wahda je voudrais remercier de tout mon cœur vraiment tout mon cœur la femme algérienne parce que elle a donné vraiment merci. Tout ce qu'elle a pu pour l'Algérie. Merci à tes Saha. Beaucoup à vous. Barakallahu ouais. Fik. Aïch khoya. Le habit ngoul haja. Hna mitbaou fina bzaf fi le Maghreb. Le Maghreb kamel. Le Tunis, Mauritania, le Maghreb, Libya, bsah bel akhas fi le Maghreb. يتبعوا فينا وصلونا يتبعوا فينا كامل في طول الماروك ونقول لهم باللي راك مخاوتنا ونحبوكم بزاف وعلى بالنا باللي تحبونا بزاف وحنا خاوه وما كانش اللي يفرقنا ما كانش حاجه اللي يفرقنا الشعب واحد كل الشعب هذا تاع افريك دي نور تاع المغرب راهم خاوه وما كانش اللي يفرقنا شكون معنا جوهر من الجزائر مرحبا بك يا جوهر جوهر ميرسي يعطيكم الصحه بيانتو اهلا بك مرحبا ميرسي بوكو جوهر جوهر الو انا عملت سله اهلا بك اهلا بك مرحبا مساء الخير ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله امين رب العالمين مساء الخير لو كلمت الجوهر انت علاش تقلق ولا مغطم داخل الحكومه يا جيت خدمه ديك نغاثر ناس ايه المعوان الحياه في المنطقه حنا السبيطار ولي كان يجرع وليش الدواء الو انا ما نسمعوا فيك اه انا كنت حنا السبيطار وكنت ولا من المشكل السبيطار تسلم من جنن نيت ما تحمت لا وين ديال خارج نكون راه نغاثني دا 18 نقزر زعما 18 ما لقى في قوار ان شاء الله اجي ديسكرنا لان شاقي ان شاء الله اتفع على خير كل واحد يطول ربي الى عمر نول ان شاء الله حتى مرت ان غتسجل ان شاء الله سيدي ربي تسلى نسمع فيك جوار ان شاء الله سيدي ربي ان شاء الله كل قوير يسمعني ولا فساد كل واحد يشعل الفساد احنا بينا احنا وانتوما كيف اختي جوهر ان شاء الله سيدي ربي غادي نزعف كل الى عمر نوال كل ما يغدي شعل انت فات ولا هورن ولا شبك ولا نلقى ما نجيب تصنع فرش او زكا الو نسمعوا فيك جوهر نسمعوا فيك اختي نسمعوا فيك انا سوا لا نلقى ما نجيب تصنع فرش لا دان ميرث اختي جوهر بارك الله فيك احنا منكم وانتم منا مع بعضنا خاوه وان شاء الله السبيطارات تاعنا يوليو سبيطارات تاع الصح وحقيقه هذا الشبان لا جوناس هذه اللي حررتنا لازم نستعرفوا بها ولعبت الدور نتاعها وبارك الله فيك اختي جوهر اثيرا اذي لي يسلمك L'espoir doit exister. Barakallahu fik. Bqa ala khair khti. Montréal, شكون معنا؟ سالم من موريال مرحبا بك. سالم. سالم. صباح الخير سي نوف. اهلا بك خويا سالم مرحبا. الله يسلمك يرحم والديك. يا خويا سي لا بروميير فوا كو جابيل. كان بليزير. مرحبا. Donc, oui, bon, pour les marches, je veux dire un grand bravo pour le peuple algérien qui se réveille. Bon, je ne sais pas qui se réveille. Rigido. On ne s'attendait pas à ça. Honnêtement, moi, je m'attendais à ce que c'est la diaspora à l'extérieur qui va peut-être faire quelque chose un jour, mais vraiment, je suis surpris que le peuple algérien, ces jeunes-là, qui donnent une leçon de civisme pour ce pouvoir. Un goût. Il a un chouïa nef, chouïa barque. Avec
يرفدوا قشهم ويروحوا. سي تو سكون دوموند. وي. دون لا بي ما كان لا فيولونس لا والو. نهب داو دراهم داو كل شيء يروحوا يخطونا برا. وي. ولادنا مساكن كلاهم من الحوت ولادنا راهم راهم هنا في ليترونج راهم في البرد راهم في باري في واسمو يرقدوا برا وكل شيء. علاش؟ باسكو يا باري. على بالك عاد ما كانش الحراقه من 22 من 22 فيفري الفينومان تاع الحراقه حبس. جوستومون هذه سمعتها ثاني سي كيك شوز كي فورميدابل. وي. عبالك جي لي لارم اوزيو. وي. يا دكوا. سو سون دي لارم كي فوز اونور. Et qui nous honore tous. Je suis en 1994. Que les gens vont rester conscients, que les gens vont rester dans le calme, ou ma la violence, ou mettre le pied sur le pouvoir. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Merci infiniment. Mana Yamani, من Miliana. Yamani, مرحبا بك. حياك الله خويا جمال. حياك الله خويا، مرحبا بك. الله يخليك ويخلي القناة المغاربية للموند اونتي. إن شاء الله يا ربي. بارك الله فيك. حنا بينا خويا جمال، انا فرح بزاف بزاف. جوزي انا فاليد كار الثوري مسي كونتويت، وانا ندمر مع الجزائر في الجبل وفي السيفيل. اليوم انا نطلب من ربي ومن الشبيبه تاعنا تاع الجزائر اللي راهي واقفه على الوطن تاعها ماشي تاعنا. انا في عمري 82 سنه. الله يبارك. الجزائر تاع الشبان. أي. الجزائر تاع لي 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 غارسون لي جان ما يجعلي فيو كركر. فهمت ولا لا؟ لا سي عزيز جمال. نعم خويا. نعم خويا، انايا عندي 14 نفس، ما كانش طفل دخلته لي الدوله يخدم. امه جات تعال تعطيني في الشهر تعطيني 34,000 3,400,000. نعم، والاخرين يدوا 19 و20 مليون، وانا جي با بيزوان سون ارجون، غير يقلعوهم. ماذا بيا يقلعوهم؟ نقول للمجاهدين خالتي اللي كانوا في الجبل، ماذا بيهم ينوضوا مع اولادهم؟ وردوا بالكم يا شبيبه من الكونفلو تاع فرنسا ولا هولاند والهود، راهم يحوسوا تنوضوا تضربوا خاوتكم البوليسيه ولا الجدرميه ولا العسكر. اتاسيون اتاسيون، هاي الدعوة راهم الدعوة حوصوا يرونوا الجزائر كي سوريا ويحيى وجماعته. هذه هي وقال خير. في الأمان سي اليماني. نشوفوا بعض الصور معبرة جدا كما يقولوا بالعربية الفصحى. الشعب العظيم، ماكمش من مستوى هذا الشعب، ما تستاهلوش باش تقودوا هذا الشعب. الشعب مستواه عالي عليكم. شعبنا ماهوش سوريا. هم الحراير، ها شوف الحراير، شوف هاو الشعب، ها شعبنا متحذر. اعطاكم درس، درس لن ينسى. هذو ما حفات عميروش وسيس الحواس وبومبو علي علي لابانت. هذا هو الشعب الجزائري. روحوا تروحوا، اخطوا هذا الشعب. ارحلوا في صمت، ارحلوا في صمت، ارحلوا في صمت. الجزائر ماشي سوريا، الجزائر ماشي ليبيا، الجزائر هي الجزائر. الجزائر مسقية بأرض، مسقية بدم الشهداء، أرض شرفاء. يقول لهم معاوية يحيى وجماعته، الشعب هذا ما تستاهلوش،
الشعب هذا المستوى نتاعو ما تلحقوش والله غير عنده الحق قال شي يعني. معنا رشيد من بربس، اهلا بك خويا رشيد. وجمال وشراك لاباس والله لاباس خويا، على بالك فكرتني بهذوك تجيري هذوك قح هذوك تاع بكري هذوك باب الوادي يا اخو وشراك حبيبي. ما كاش دوكا الحراقب ما فيش يجوا كاع. شفت كيفاه قطعته حبسوا. حبس صراحة غير ما البرو يخبط. ايوا تاكد لنا تاكد لنا باللي ما بقاوش يجوا الحراقه. هكاش ها والو ناشفة. شفته ناشفة ناشفة كان لي زونسيان برك معي بار بس خي تعرف العنان بالله يبارك والحراشية والله. ايه صح والله ما بقاش هذا. شفت اخويا شفت ان شاء الله ما يزيدوش يجيو الحراقة يبقاو في بلادهم الشبان، وان شاء الله الجماعة اللي راهم في فرنسا وكذا حراقة يرجعوا للبلاد ان شاء الله يا اخويا. حرمونا ما من لك واحد مات بابه ما محضر مات يمه محضر. بصح دركا كنت تسقم تتسقم الامور تروح للبلاد يا اخو. نشوف بقى عمر راح نطلب مني قبل ما نموت يا اخو نشوف قبر بابا ويما هذا ماك ان شاء الله. كل يوم كل يوم خويا رشيد ان شاء الله مع القبر برك نشوف ما شفت وجههم نشوف. ولاك فرحان انك فرحان الشيء اللي راهو صاير في البلاد؟ شفته والله فرحونا خاوتنا يا اخويا. واش تحب نقول لك يا اخويا؟ واش نقول اخويا العزيز نحبك انا والله نحب. ربي يعيشك خويا ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك خويا العزيز. والجماعه في برباس يتبعوا في في الشيء اللي راه صاير في البلاد؟ القهاوي كان معمره شوفه في التلفزيون في القهاوي فيه كل شيء في الانترنت البورتال كاين لابليكاسيون تاع المغاربيه وشوف كيما حبيت. الناس يتبعوا في المغاربيه كامل في برباس. كاع 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 الحمد لله الحمد لله. انا واش نقول ان شاء الله بارك الله فيهم لابوليس اللي كانوا رجاله كاينه 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 والله والله رجاله والله غير كاين رجاله والله صح كاين رجاله في لابوليس ورجاله في الجدرميه وفي كاينه حقيقة وما ضربوش خاوتهم واحترموهم وبكاو وقبلوا الورود وبارك الله فيك خويا رشيد وبقى على خير. صح والله يحفظ الدار. امين. الله يحفظكم يا خويا. ربي يعيشك خويا رشيد ربي يعيشك. شكون معنا؟ قاسمي من الجزائر ما عرف يكون الحسين ولا غيره. مش من بويره من الجزائر. اهلا بك خويا قاسمي مرحبا. برج برج بوعر عليش. برج بوعر السما ما تعرفش حسين قاسمي تا. انا عارفه ما نشوفه في ما نشوفه في التيلي. مرحبا بك خويا قاسمي. الله يسلمك. انا بون عندي كلمه شكر موصول للاخوه الذين شاركوا في توعيه الشعب عن طريق المغاربيه. ايه نذكر منهم الاخت سميه جمال بن شنوف حسين قاسمي جيدل سفيان شويطر الى اخره ويسمحوا لي اللي ما ذكرناهمش. ايه وعندي فكره اخرى. انا اما على بالك زاد ديجا مزعفوا عليك جماعه على ما قالتش انا على ما قالتش انا قلت انا نعتذر لهم كاين بزاف سيرتو تاع المغاربيه. ايوا واللي موافقين يتصلوا بها. نعم. كاين فكره اخرى تاع بالنسبه للجمعيات والاحزاب اللي راهم دايرين المعارضه الجماعه اللي عندهم اعتماد من طرف النظام يحبوا يدخلوا في الحراك هذا مرحبا بهم بصح بشرط لازم يحلوا الاحزاب ولا هذا تنحل نفسها بنفسها والجمعيات. نعم هذه هي الفكره تاعي والسلام عليكم. وعليكم السلام وبارك الله فيك خويا العزيز. اشكون معنا؟ سعيد من باتنا مرحبا بك خويا سعيد. سعيد جمال. هلا خويا سعيد مرحبا. لاباس بخير؟ لاباس والله رحمه الحمد لله. سي جمال سو مالاد كي تا لا تيت نوتر ايتا اي كونترين كوم ان بولي دو فورسوني دون دوبوي براتيكمون من 2013 اي نوزا كوتي بوكو دارجون او تريزور بوبليك اي ايل فا فالوار سونجي ا لو كلوني. كلوني نكلوني يعني باش يعودوا منه بزاف. باش يعودوا منه بزاف بيسكو سي لي سبيس فرورار.
درك نقول لك حاجه. نعم. طيب لو ميساج ا ايتي ديكريبتي لو بوبل ا كومبري سي جون لا نوز اون ارناكي بوندون اون فينتان داني سي بون تيرمينيس تو الموند ديسون. كما نقولوا احنا في باتنا كلاك بلاك. كلاك بلاك وي انت جو سي كو ان اونفون دو بو سيجور على بالي جو كوني دو فيو. Ah, ah, d'accord. Et on s'est croisés. Je m'excuse de tutoyer, mais puisqu'on est de la même génération, je me permets cette écart. Bien sûr, bien sûr. Fantasy Jamal. Rabbi Jibl Khir, Rabbi Jibl Khir. Et je crois que c'est le début de la fin. Et le début, de, et le début d'une vie nouvelle. De leur fin. Parce que avec ces gens-là, j'aboune même la famine. Mais. حنايا اون بو سو نورير دو ريان بورفي كي نفوت لابي. يعطيك الصحة ونبنيو بلادنا من جديد إن شاء الله نعاودو نبنيوها. إن شاء الله إن شاء الله نشوفوك في باتنا. ربي يعيشك خويا ويبارك فيك وسلم لنا على كل خاوتنا تاع باتنا. أو بليزير سو ريان توندر أو بليزير. إن شاء الله خويا أو بليزير. معنا مراد من الجزائر. مراد؟ مراد من الجزائر. يا زيد يا زيد. نعم نزيم من منين نزيم؟ يزيد؟ يزيد من دبي كوفات مقبل خويا. اهلا بك تفضل. يزيد تفضلك قلت لك كوفات لي وانا قلبي معمر. نعم ايه تفضل. يزيد فضلك خويا جمال بون. اخونا سلال عبالك كي نهضر ننطق اسمو نورمالمون يا دي مو فولغاريزي ومن بعد ما احترام المغاربيه يعني راح نقول برد جايح. انت كي بيت لا كومباني خويا سلال قلت لنا البنيه التحتيه يا اخي وقلت لنا لازم لنا راجل ذو الرؤيه البعيده. انا وليد اجي سونتر عباد قلت لك بناو مصطفى باشا البنيه التحتيه. ايه. بناو في 129. ايه. على بالك لي باسيون تاع الكونسير ولا ميرمو مصطفى باشا البنيه التحتيه. لا ليبرين. على بالك لوبيتال مايو وقت اش بناوه؟ يا سلال يا الكاذب. بناوه 1892. ما تجيش تكذب على الشعب الجزائري. وزيد عفسة على لي ميدسان هادو اللي قالوا علاش ما خرجوش لي ميدسان؟ لي ميدسان قتلوهم بالقلوزه خويا جمال صح ولا لا؟ صح وقفنا معاهم احنا ما وقفناش معاهم خو صح ما نعطوهم شويه وقت نعطوهم شويه وقت يا خويا علاش ما تقولوش وين راهم لي بروكيورات؟ ايه صح خويا جمال؟ نعم هذاك هو لو فغي مال تاع الجزائر لي بروكيورور وين راهم؟ ونزيد حاجه برك هادو اللي راهم يقولوا نسمحوا لهم هادو الحداد كلينا انا ضربت 8 سنين كوفرو فو وانا كنت نسكن قدام السونترال 8 تاع العشيه ما نخرج ما نسمحش انا نحب لي زافوكا هادو ما لي زيكسبير تاع الدروا انترناسيونال يديروا ان بلون بي دركا باش ريكوبيريو دراهم ونديروا صح بنيه تحتيه ويعطيكم الصحه مغاربيه بارك الله فيك ونذكر كلمه قالها واحد من المتفرجين اللي عيطونا قال لك نوصيكم يا خوا واحد ما يشري عليهم دوك يبيعوا الاملاك اللي سرقوها منا باش يهربوا باش ما يخلي والو وراهم ما تشريوش عليهم كون حتى يبيع حالك بالعشره تاع السومه تاعها باسكو هذا الشيء اللي راهو عندهم وتاع البلاد ونتاعنا وسرقوه منا وخطفوه منا ونهبوه منا. معنا شكون؟ شكون معنا؟ جمال منين؟ من الجزائر كمال كمال من الجزائر كمال من الجزائر مرحبا بك سي كمال مرحبا سي جمال واش راك والله لاباس خويا بارك فيك الحمد لله والله جو فو ريميرسي بوكو بور سكو فو فات بور لوبينيون بوبليك الجزائريان جو سي كسي سي ان ديفوار اكزاكتومون اكزاكتومون سي ان ديفوار مي فو الفير جو فو ريميرسي بوكو ميرسي vous savez le peuple en général les peuples n'importe quel peuple ils s'auto-nettoient de temps en temps صح Donc, c'est ce qui nous arrive. Voilà. Mais il faut toujours être un peuple sage. Sage sur tous les plans. Hein, pour pouvoir construire une société sage aussi. Oui. Et pour qu'on puisse sortir de tous. Il ne faut pas garder la haine. Ah, il faut essayer ça. De sauver notre pays. Oui. Nous sauver nos enfants. Sauver. On est un peuple au nord. Au nord, mais qui a été poussiéré. Plein de poussière. Il va se dépoussiérer, Inch'Allah. Il va donner beaucoup, pas pour l'Algérie seulement, mais pour le monde entier. C'est un peuple qui a toujours été exemplaire. C'est un peuple qui a toujours donné l'exemple, le bon exemple. Malheureusement, je dirais toujours,
سي دي زالجيريان كوم نو كي اون تري مال جيري البيي. ربي يسامحهم ربي يسامحهم. الناس ماتت على هاد البلاد هما ايزون في بوكو دو مال ايزون في بوكو دو مال. سي با فاسيل دو باردوني مي سي اون فو فريمون كونستروير نوتر بيي il faut pas drainer la haine. Absolument, il faut passer à autre chose. ولو يعني حتى اذا نتبعوهم نتبعوهم بصفه منظمه وحضاريه. بارك الله فيك. نشوفوا صور هذا مقطع من المسرحيه تاع عادل امام الزعيم، تشوفوا كيف كانوا هذ الزعماء تاعنا كانوا يديروا. شوفوا تبعوا معنا. ديان الله اللي شربوا لنا الدم، شربوا لنا الدم، الدم تاع الشعب شربوه. نطلب ربي ان شاء الله ربي ينصر بلادنا ويطلع اعلامنا. راني نشوفي كي راك داير يدك على لحيتك. ايه. ها يا خويا. نعم. اسمع يا خويا. نعم. شوف نطلب ربي ان شاء الله، نطلب ربي ان شاء الله نقعدوا خاوه خاوه، ونطلب ربي من الشعب الجزائري ما يكسروش وما يفسدوش ونهار البوط ينخر ما يخرجوش يفوتيو، ما يخرجوش يفوتيو. أنام ماناش نسمعوا فيه، ماناش نسمعوا فيه. كاين مشكل. الحاصل معنا بارك الله فيك خويا، معنا إلهام من عنابة. إلهام. نعم. إلهام من عنابة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك إلهام. حبيت نشكر قناة المغاربية. شكرا. على هاد الجرأة وعلى هاد الحقيقة اللي راهي اللي رانا حنا دركا يعني رانا نلتجؤوا غير القناة المغاربية، كنحبوا نسمعوا صوت الشعب، نسمعوا صوت المواطنين. يعني دركا القنوات كامل هاد وحدة ما تقول الحقيقة الحقيقية، كيما النهار كيما قداه من قناة بانوا على حقائقهم. نعم نشكرك. احنا انا اللي عاجبني هو انه بالمغاربية اليوم الحمد لله ولينا شغل عائلة واحدة، برونشين كل مع بعضنا البعض هكا. والله البارح خدنا في لي مانيفيستاسيون تاع النبا يما من 8 تاع الصباح للسبعة تاع الليل وهي تتفرج فيكم. ربي يعيشها. ما بدلتش القناة كامل نشوف واش كاين واش ما كانش. يعني ما المراه كبيره قلت لي ما نقدرش نخرج، راني كشغل هكا راني لبرا. الحمد لله يا ربي. وحنا تسمى ما رانا كل مع بعضنا، من الغرب من الشرق من الشمال من الجنوب، وكل مع بعضنا في 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 صندوق واحد. ربي يوفقنا كامل. نعم. وربي يوفقنا في هاد لي مانيفيستاسيون اللي رانا نديرو فيهم. انا خرج لا نساء ورجال، دي زونفون دي فام دي زوم، خرجنا كل يعني باش نوصلوا صوتنا. يعطيكم الصحة يا أختي. ربي يستركم أنتم ثاني، والله يعني فرحتونا. ربي يعيشك أختي، نفرحوا بعضنا البعض، كل رانا نفرحوا بعضنا البعض ورانا ملتحمين وخاوة خاوة. يعني خاوة خاوة هكا هكا خاوة خاوة هكا. الجيش والشعب خاوة خاوة كلنا. والله البارح تشوف هذاك المنظر لحمك يشوك. يعني المواطنين يمدوا في الماء وفي الحلوى يعني للشرطة، واللحمك يشوك والله. بارك الله فيك اختي ايمان، هذا هو الاستقلال الحقيقي. ومعنا فاتح من الحروش. فاتح مرحبا بك. اهلا سي فاتح، مرحبا. يعيشك خويا، واش راك؟ والله يبارك فيك الحمد لله. وانتوما في جمال، واش حوالكم؟ والله رانا في نعمة ربي، ربي يدوم الساعة ان شاء الله. الحمد لله. تفضل سيدي. الو نسمعوا فيك، نسمعوا فيك سي فاتح. ما يعيشك سي جمال. نعم. رانا في حروش لهنا ما قابلينش العهد الخامسة. ايه. الو انا نسمعوا فيك يا سي، نسمعوا فيك ونقص لا تيليفزيون ولا بعد من التلفزيون باش تسمعنا ونسمعوك. ها بعيد على التلفزيون. ها تفضل ما تودرش الوقت، تفضل وما بقالكش الوقت. اتكلم سي فاتح. راح ودرنا. هاي بلال من فرنسا، اهلا بك سي بلال.
الو. مرحبا سي بلال. صباح الخير يا وجه الخير. اهلا خويا، مرحبا بك يا وجه الخير. بارك الله فيك على الخدمه اللي تخدم فيها. ربي يعيشك اخويا، ربي يعيشك. حبيت نشير لي نقطة مهمة اخويا العزيز. تفضل. على الاحداث اللي راهي صارية في الجزائر الحبيبة. ايه. حبيت نقول لك باش الناس هذو المتظاهرين اللي شرفونا اليوم. ايه. يسيوا ويأمنوا 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 هذه المسيرات. نعم. ان شاء الله راه تجيب لنا الخير والخير ان شاء الله. امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. درك راهم بانوا الناس اللي حبوا الجزائر. صح. وراهم بانوا اعداء الجزائر شكون. وي ربي معانا ان شاء الله. ونتمنى نتمنى نتمنى تكون وقفه احتجاجيه امام المدرسه العليا لقضاة ان شاء الله. نعم. هكذا باش نخاطبوا الضمائر. الواحد ضمير اللي راهو حي ان شاء الله. وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر. بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحه. ونذكر باللي الشعب الجزائري او بعث رساله قويه لهذا النظام، قال له درك رانا ظهرنا سلميا، ولكن اذا تكملوا تستمروا في هذا النكران هذا تاعكم هذا والخبث هذا تاعكم وتحوسوا تلعبوا بنا، رانا ندخلوا في عصيان مدني. ما احنا ماذا بينا ما ندخلوش في العصيان المدني، ماذا بينا نرجعوا نروحوا لخدمتنا ونخدموا ونوليو نقوموا ببلادنا ونبنيوها من جديد ونبنيوها في كل الجوانب تاعها، السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكلش. بصح ماذا بكم ما اسمعوا واش راهو قاعد يقول لكم الشعب، ما تخليوناش نوصلوا للعصيان المدني. ديجا هكا العالم كامل راهو حاير فينا. كون نديروا العصيان المدني تسمى ما تبقى لكمش حتى غار وين تدخلوا تدرقوا فيه. مالا فيقوا مع رواحكم قبل ما يفوت الاوان. حليم من الجزائر، مرحبا بك سي حليم. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا سي حليم. سي جمال الدين مازالها سلميه ان شاء الله الاخر. نعم مازال سلميه، قلت لك حتى الاخر ان شاء الله. ان شاء الله سلميه. نعم نعم. حتى العصيان المدني حتى العصيان المدني سلميه. لا ان شاء الله ما نلحقوش ليه سي جمال. ان شاء الله ماذا بنا. وزيد نحييكم انتم في المغاربيه، ونطلب منكم طلب بسيط. انتم كنخبه في جمال الدين، انتم تطرحوا لنا حاجه يتمسك بها الشعب في جمال الدين. نعم. ضرب قال حنايا ما كاش العهده الخامسه، صح؟ صح. واش نحوسوا؟ مازال اغلبيه الناس ما على بالهاش تحوس في جمال الدين. اسكو نحوسوا على فتره انتقاليه؟ اسكو نحوسوا على تاجيل انتخابات؟ انتم كنخبه اعطونا حاجه بديل نتمسكوا بها احنا، باسكو دركا احنا تخلطت عندنا في الجزائر هنا، كل واحد يغني بغناها في جمال الدين. فهمني؟ نعم انا. الو؟ نعم. راك ما لا لا بصح انا موافق معاك، بصح لازم تجي من الشعب. ما ترميني قصه تاع النخبه، النخبه لازم تجي من الشعب. ما عليه الشعب الا يخرج النخبه تاعو اللي هي تقوده. مش المغاربية اللي راح تقود الشعب، المغاربية هي صوت الشعب. أنا نعطي لك، أنا نعطيك أنتوما كمثال يعني، مش أنت بالذات ولا يعني أنتوما والنخبة الجزائرية كاملة يعني. الشعب هو اللي يخلي النخبة تاعو تبرز منه من يعني وسطه. يعني معاك سي جمال الدين، أسمح لي سي جمال الدين. نعم. درك كاين واحد راه يقول لك نكملوا في الانتخابات ومع الغديري، واحد يقول لك ضد الانتخابات، واحد درك لازم يكون عندنا هدف معين في جمال الدين. نتمسكوا به احنا. صح صح راني فاهمك، راني فاهمك، راني فاهمك. صحيح. درك احنا ما في الجزائر في جمال الدين، ونقول لك والله واحد الخلوطه راهي هنايا والله واحد. ما تخافش ما تخافش، راه درك ترجع المياه الى مجاريها وكل حاجه تلقى البلاصه تاعها. وبارك الله فيك. معنا حوريه من جيجل. اخر اتصال. حوريه من جيجل، مرحبا بك يا حوريه. خير لاباس كسعلك الخير. يسلمك اختي. والله كي نسمعوا كلمة الحرية نفرحوا يا حرية. ندوحوا عليها، هي اللي نحوسوا عليها. نعم. والله يعطيك الصحة جمال على الشيء اللي كتخدموه، يعطيكم الصحة. ربي يعيشك. والله غير نكيلوا نشوفوا في المغاربية. نعم بارك الله فيك، عيشك اختي حرية. والله غير حبيت نحكي على الويماخ هذا، خرجنا مشينا عكنا وضحكنا، والله غير كانت مليحه. بصح حبيت يعني نهز نقطه على
حبيت نتكلم على حاجة. نعم. على هذا المرشح علي غديري. علي غديري راه ميقولوا هو ومتاع البوفوار وما نعرف ودي البلومبين تاع البوفوار. أنا ما نعرفش علي غديري بصح نعرف البوفوار، نعرفه السلطة ديالنا. والله غير يديروا واش يديروا المستحيل بيش يحطموا العباد. هذا علي غديري جا ما نعرفوش، نطلبوا منه يكتب روحه باش الناس تقدر تعود عندها حلم وقف عليه. ومصح نقول لهم ارد بالكم ارد بالكم قدام ما تكون دانيو، شوفوا قبل شوفوا قبل، خاطر تنجم تكون السلطه تخرج عليه هكذا الدعايات باش يحطموه ويقعد من هو الرابح بوتفليقه. هذه هي اللي حبيت نقولها. وبارك الله فيك اختي حورية ويعطيك الصحه، بارك الله فيكم كل انتم اخواتاتي اخواتي اللي عيطتونا اللي كلمتونا، وفي الحق مش كلمتونا كلمتوا بعضكم البعض في المغاربيه اللي هي ولات دار الجزائريين كامل. هذه هي كما يقولوا الشاويه والقبائل تجمعت البلاصه اللي يتجمعوا فيها ويقولوا بالعربيه الجماعه اللي يدوروا عليها الخاوه ومالين الدار ومالين القبيله ومالين العرش ومالين البلاد باش يتكلموا على امورهم وش اللي يخصهم ويحوسوا على الحلول لما يعود عندهم مشكل، ويخليوا العقلاء هما اللي يهضروا والشعب راه يسمع فيهم ثم يقروا باش الشيء اللي يخرج عليهم واللي يصلح البلاد ان شاء الله. وهذه هي المغاربه راهي مفتوحه لكم، وكما لاحظتوا الايام الا ستاندارد قريب. على خاطر شي حان وقت الشعب، وقت الشعب حان، وصل وقت الشعب والشعب يقول كلمته. وواحد ما دار فيه مزيه، هو فرض روحه في الشارع وهو اللي خرج، ما استحق لا قياده ولا احزاب ولا رواد ولا وحده، شعب وحده. علاه؟ خاطر شي حملته الروح اللي ساكنته، الروح اللي ساكنه هذا الشعب الجزائري، ولات خرجت طلعت من الرماد وزهرت وجمعت الناس اللي راهم اليوم